خمس حركات جديدة للأجهزة المقترنة مع أجهزة سامسونج نقدمها لكم بهذا الفيديو السريع، الأجهزة القابلة للارتداء نقصد بها. فخليكم ويانا ولا تنسون مواصلة دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعة، مثل السماعة الأذن وغيرها، توجد بها حركات جميلة خصوصا بعد التحديث الأخير الأندرويد 10، فراح نحاول نستعرضها لكم بصورة سريعة ونبلش مع الحركة الأولى. أولا، إنجاز المهام باستخدام البيكسبي. تقدر من خلال الضغط مرتين على مفتاح الشاشة الرئيسية أو أن فقط تقول مرحبا بيكسبي بينما تكون الشاشة قيد التشغيل، وخبر بيكسبي بالمهمة المطلوب تنفيذها، مثلا إرسال رسالة إلى شخص معين أو البدء بالركض أو إظهار تذكير يعني خاص بك، تذكيراتي ضمن التذكيرات يعني، وغيرها من الأمور. مجرد أنه تضغط مرتين على مفتاح الشاشة الرئيسية أو فقط أن تقول مرحبا بيكسبي. وأيضا أنوه أنه معظم هذه الأمور تعمل فقط على اللغة الإنجليزية، لأنه مع الأسف إلى الآن البيكسبي ما تدعم اللغة العربية. وإلى الأمر الثاني واللي هو منع عوامل تشتيت الانتباه. نقصد بها أنه أنك تقدر تستخدم وضع المسرح يعني حتى تكتم ساعتك بالكامل. يتضمن هذا الأمر كل المنبهات وإيقاف تشغيل الشاشة. هذا يفيدك مثلا إذا كنت بمكان وما تحب أنه تتلقى أي يعني تنبيه أو صوت من ساعتك، لما تكون بمسرح، لما تكون بميتينج، لما تكون في أمر معين، فمجرد أنه تختار هذا الأمر وينتهي الموضوع. الأمر التالي هو تجربة وجه ساعة جديدة. بمجرد اللمس على شاشة الساعة مع الاستمرار وتسحب لليسار أو اليمين تقدر تحدد وجه ساعة مختلف، يعني تقدر تلاقي وجوه ساعات كثيرة طبعا موجودة بالساعة، أو تقدر تنزلها داونلود تعمل لها من جالكسي ستور. فبكل بساطة مجرد أنه تلمس الشاشة الرئيسية حتقدر تغير الثيم اللي موجود أو الساعة اللي موجودة، الشكل كله راح يتغير. تقدرون تجربون هذا الشيء بأنفسكم. وإلى الأمر التالي واللي هو فهم أنماط نومك، والحقيقة هو فهم أنماط حياتك بصورة عامة. تقدر تخلي الساعة بإيدك أثناء النوم أثناء الحركة حتى تتمكن الساعة من أنه تتعقب مدة النوم ومراحلة اللي خاصة بيك وغيرها من التفاصيل. راح تعطيك كل تفاصيل خلال يومك شنو تسوي وكل أمر إيش قد ياخذ وقت منك، فهذه التفاصيل راح تنفعك كثيرا حتى تعرف أنت يومك شلون يعني قاعد تقضيه وشنو أكثر شيء تسويه. فهذا ما نقصد يعني قصدونه بفهم أنماط نومك أو بصورة عامة أنماط حياتك الخاصة. وإلى الأمر الخامس والأخير، اسمع ما يجري من حولك. ويقصدون بأنه أنت أثناء مثلا أنه مخلي السماعة بأذنك، إذا تلمسها مع الاستمرار مثلا الجير آيكون إكس، إذا تلمسها مع الاستمرار بالضغط عليها فهذا الشيء راح يسمح بدخول الأصوات المحيطة. وطبعا هذا الشيء تقدر تشغله من تطبيق الجالكسي ويرابل. مثل ما تعرفون السماعات الخاصة بسامسونج بها ميزة يعني إخفاء الضجيج، يعني ما راح تقدر تسمع أي شيء إذا كنت مشغلها، فتقدر تتحكم بإيقاف هذا الشيء وتشغيله فقط من خلال لمس يعني الجير آيكون إكس مثلا، لمس السماعة والضغط عليها، فراح تقدر تفعل وتوقف هذا الأمر بكل بساطة دون الحاجة إلى أن تدخل على التطبيق نفسه ويعني تشغل هذا الأمر أو تطفي. إذن هذا كان كل شيء بهذا الفيديو السريع، أتمنى يكون مفيد لكم أحبابي المتابعين الكرام. لا تنسون مواصلة دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات، وإن شاء الله نلتقي وياكم بفيديوهات أخرى. في أمان الله.